مولاي الملك العظيم هرقل، أتيناك من غزة وبلاد الشام بركب من تجار قريش وعلى رأسهم أبو سفيان، وهو من سادات قريش ولم يؤمن بهذا الدين ولم يتبع أحمد وهو من أعدائه. أيكم أقرب نسباً من هذا الذي يزعم أنه نبي؟ أنا أقربهم نسباً، فأنا صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. اقترب إلي. وأنتم قف وراءه، سأسأل هذا الرجل، فإن كذبني كذبوه. والله لولا الحياء من أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. كيف نسبه فيكم؟ بل هو ذو نسب. هل كان أحد آبائه ملكا؟ لا. أشرف الناس الذين يتبعونه أم ضعفاء؟ بل من الضعفاء. أيزيدون أم ينقصون؟ يزيدون. هل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ لا. هل اتهمه أحد بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا. هل يغدر؟ لا. هل قال أحد مثل قوله قبلا؟ لا. هل قاتلتموه؟ نعم. وكيف كان قتالكم إياه؟ الحرب بيننا سجال، ننال منه وينال منا. وبماذا يأمركم؟ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. سألتك عن نسبه، وهل تتهمونه بالكذب أو الغدر؟ سألتك عمن يتبعون، ضعفاء الناس أم أشرفهم؟ فما أجبت إلا بصفات الرسل. سألتك بما يأمركم، أجبتني بعبادة الله وعدم الإشراك به. فلو كان ما تقوله حقا وكنت عنده لغسلت له قدميه. وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليماً.